نروح بسرعة لدكتور عبد العزيز السيد، ثم بسرعة لصديقي حاتم نجيب. احنا كنا رفاقة ايام 30/6، خلي بالك اعزائي يعني. انا اخليك دكتور. انا هقول حاجة مهمة جدا، احنا في رمضان بتزيد رمضان بيحب الفراخ. لا هقول لك، هو لا بيزيد الطلب بنسبة تصل من 20 ل 25%، ولكن الايام دي لن تزيد اكثر من 15%. طب انا بستهلك قد ايه؟ استهلاكي شهريا 180,000 طن. في ظل المشكلة الخاصة بالإنتاجية اللي خدت 40% والكلام ده كله، وبرضك المدخلات المواطن لن يستطع أن يعني يفعل كما فعل سابقا، هيجيب فرختين ومش هيقدر طبعا. فأنا هيبقى عندي مشكلة أساسية في الكمية المنتجة. الكمية المنتجة أنا بنتج تقريبا 60% من اللي أنا كنت بنتجه في أول 22، يعني بنتج النهارده تقريبا 850 مليون دجاجة في السنة. طب انا مشكلتي الاساسيه النهارده السعر، انا مش دعوه بالانتاج، انت بتعمل تكلم الانتاج، انا عايز سعر. السعر انا قلت ينضبط بحاله واحده. انا في اول 23 انا استوردت 50,000 طن ورجعت استوردت 100,000 طن وحطيتهم في المنافذ الخاصه بالشركه القابضه لصناعه الغذاء. وانا طالبت بالكلام ده كله، وانا عندي في اللجنه اللي جايه انا هاطالب ايضا ان يتم استيراد الكميات دي ووضعها في المجمعات السلكيه عشان تخف الضغط على المحلي، يعمل نقطه توازن، وبناء عليه التكلفه الفعليه، لان احنا عاملين على التكلفه الفعليه من 100 سنه. يا اخوانا اعملوا بورصه حقيقيه عليها ناس فنيين تستطيع ان تقول تكلفه الانتاج ايه وتقول السعر المناسب. ما حدش بيسمع الكلام، وده الخلل اللي احنا بنقول عليه، ان احنا في الغرف التجاريه لنا اراء تهم البلد والدوله وتساعد، لان احنا مفروض احنا كمجتمع مدني لنا دور علشان نوصله. علشان الوقت جري وانا عايز اسمع برضه. طيب نوصله لحضرتك، فاحنا عايزين الكلام ده. دكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز برضه يقصد ان اراء الغرف التجاريه اراء استشاريه، رجاء المسؤولين تاخدها بعين الاعتبار. سريعا هنبشر الناس، الخضار والفاكهه في اسعارها تنخفض، وبنقول للناس الطماطم فيها انخفاض، والبطاطس الحمد لله فيها استقرار، والبصل انخفض تماما، وبنقول للناس كمان الثوم المصري اللي ربات المزن ياخدوه يخزنوه لعام مقبل. هيبقى الشهر الجاي يبقى احنا ما عندناش ازمه بتاع الخزين يا توم. اي بالظبط كده. ما عندناش ازمه في خضار وفاكهه، بس رجاء ربنا بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. رمضان هو شهر عباده. حلو. ثقافه الترشيد والادخار. انا عندي قله معروض في المنتج، اشتغل على ان انا ارشد من استهلاكي، مش عيب. العيب ان انا مش عيب خالص، مش ازمه واحنا بنعدي. وبعدين لما كل الوطن كده بيقول لك يا عم انت مش عايز ناكل لحمه يعني مش واخد بالك، والدواجن اصلا دي ازمه اسماك. دي مفيش بيت مصر الصبح يقدر يستغنى عنها. والله من غير ازمه يا متى، وانتوا كلكم عارفين يعني، وانتوا ناس موجوده وبتسافروا وبتروحوا وبتيجوا. هو احنا اغنى من بتوع النرويج؟ الناس بتشتري موزه او اوروبا او كل امريكا والصين واليابان. انت اغنى من المانيا؟ اسعد شعوب العالم يعني. مش هو احنا خلينا بس نقول للناس يعني نطلع بحاجه يا يوسف الله يكرمك للناس، عشان خاطر اهم حاجه اهالينا في الاحياء الشعبيه والعشوائيه والقرى والنجوع والمراكز والمحافظات، دول اهالينا لازم يحسوا ان الدوله دلوقتي احنا بنشتغل على منافس ثابته ومتحركه. رجاء نتواصل الله واليكم. زود بالظبط الاتاحه. رجاء اللي يلاقي حد بيغلف سعر ما ياخدش منه. الخضار والفاكهه هو منتج قابل للتلف، بالله عليكم يا اخواتنا، ومتوفر جدا على فكره. الناس ما تاخدش من حد طبعًا طبعًا. بيرفع اسعار، الجا للعروض للسلاسل التجاريه. الدوله تتوسع في، احنا عندنا سلاسل في مدينه نصر، الاجهزه الرقابيه في القاهره مهم جدا، في كل مكان بتشتغل ليل نهار، واحنا اجتماعاتنا بشكل يومي في الغرف، ومعانا ناس محترمه وكله تجار مصر. احنا كلنا للمواطن، ولكن كل اهم حاجه هو المستهلك اللي بيشتغل. عشان المستهلك اشتغل لمين؟ هي شغلانه الشعب ان انا بوزن السعر بالظبط بس في السوق. لازم في نفس الوقت الراجل اللي شغال في هذه يعني على حسب تخصصه مصلحته ان هو يبيع، المواطن يشتري، المواطن يشتري عشان غزة وديله سعر يتناسب مع امكانياته. لكن لو انخفضت القوة الشرائية ما انا هخسر فلوس. بعدين يا دكتور عبد العزيز احنا بنقول اهو، بنقول اهو معلش اخر حاجة، هنبيع كتير باسعار مخفضة، والله التجار هيعرفوا، هنكسب كتير، مش هيبقى في حاجة بالظبط. نظرية وحش الشاشة في فيلم يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب ولد، ابيع كتير سعر قليل اكسب اكتر. استاذ يوسف